بتكلفة قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي، شرعت وزارة الأشغال بتنفيذ خطتها الاستراتيجية، والتي تضم عددا من المشاريع التطويرية للتخفيف من الاختناقات المرورية في طرق المملكة الرئيسية، والتي من المفترض أن تحدث نقلة نوعية في شبكة الطرق في البحرين، حيث بدأت الخطة بتنفيذ مسار إضافي يطيح الدوران العكسي على شارع الملك فيصل تقاطع المرفأ المالي. الزميلة خليل جرينيس سلطت الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بتطوير هذا التقاطع الحيوي في هذا التقرير التالي. مجموعة من الإجراءات التحسينية والحلول العاجلة التي طرحتها وزارة الأشغال تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتخفيف من الازدحامات المرورية في طرق المملكة كافة، بتكلفة قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي. وقد تم البدء بالعمل في أول تقاطع يشهد ازدحامات كبيرة، وهو شارع الملك فيصل تقاطع المرفأ المالي. خطة قصيرة الأمد لتخفيف الازدحامات المرورية على شبكة الطرق، باشرت الوزارة في تنفيذ هذه المشاريع، ومنها هذا الموقع اللي هو تطوير حركة الدوران العكسي على شارع الملك فيصل المؤدي إلى المرفأ المالي والمناطق المجاورة. هذا المشروع يتضمن إضافة مسار إضافي إلى شارع الملك فيصل، وبذلك تقليل الازدحام المروري عبر تنفيذ هذا المسار الإضافي، وبالتالي تقليل زمن الرحلة من حوالي 93 ثانية إلى حوالي 72 ثانية، وبالتالي تقليل نسبة التعطيل بنسبة 20%. هذا التطوير يتمثل في توفير مسار إضافي لحركة الدوران العكسي، مع توفير جزيرة فاصلة على الشارع، والذي من المفترض أن يساهم في التقليل من زمن الرحلة بنسبة 20%، حيث يبلغ زمن الرحلة الحالي للدوران العكسي نحو 93 ثانية للمركبة الواحدة. ومن المؤمل بعد إجراء هذا التحسين أن يستغرق زمن الرحلة للدوران العكسي حوالي 74 ثانية للمركبة الواحدة، إذ يبلغ أعداد المركبات المستخدمة للدوران العكسي في ساعة الذروة نحو 822 مركبة في الساعة. ومن المؤمل أن يستغرق تنفيذ هذا المشروع حوالي 3 أشهر. هي جزء من خطة أشمل لتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية في المملكة، والتي تتضمن عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، واللي ممكن أذكر منها بناء الجسر الرابع الرابط بين مدينتي المنامة والمحرق، واستكمال شارع المحرق الدائري، وكذلك توسيعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان من 3 مسارات في كل اتجاه إلى 4 مسارات وإلى 5 مسارات في بعض المناطق. أيضا من هذه المشاريع الاستراتيجية تطوير شارع الشيخ زايد، وتطويره من مسارين في كل اتجاه إلى 3 مسارات في كل اتجاه، وأيضا ربطه مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان عبر جسور علوية، وأيضا تطوير تقاطع سار وتقليل الازدحام المروري الحاصل حاليا عبر تنفيذ جسر علوي لنقل الحركة المرورية على شارع الشيخ خليفة بن سلمان من الشمال باتجاه الشرق. يعتبر شارع الملك فيصل أحد أهم الشوارع الحيوية المفصلية المؤثرة على حركة المرور وسط العاصمة، لما له من تأثيرات اقتصادية وسياحية وتجارية في المنامة. وبتنفيذ مسار إضافي للدوران العكسي على شارع الملك فيصل، سيحقق الانسياب المروري على هذا الشارع الحيوي للقادمين من شارع الشيخ خليفة والمتجهين إلى المنامة نحو المنطقة الدبلوماسية والمرفأ المالي ووسط العاصمة، بالإضافة إلى المحرق. بالنسبة إلى المشاريع قصيرة الأمد، سوف تستغرق مدة التنفيذ من 6 إلى 9 شهور. وبالنسبة إلى المشاريع الاستراتيجية، يتوقع أن تصل الكلفة إلى حوالي 1.2 مليار
مليون دولار أمريكي. حزمة من المشاريع التحسينية بالصفة العاجلة التي أشرفت عليها اللجنة التنسيقية تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لحل الاختناقات المرورية، حيث وافقت اللجنة على 11 مشروعا عاجلا ضمن خطة قصيرة المدى يمتد تنفيذها حوالي عام كامل، وتأتي كجزء من خطة أشمل لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى، والتي من المؤمل أن تأخذ وقتا يمتد من 3 إلى 5 سنوات، حيث سيشهد شارع المرفأ المالي خطة تطويرية أشمل عبر توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى 4 مسارات في كل اتجاه، مع تطوير التقاطعات على الشارع لتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية. وتسعى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتوسعة شبكة الطرق في البحرين باعتبارها أحد أهم روافد البنية التحتية ذات المعايير العالمية التي تنشدها المملكة لمواصلة تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين. تطوير تقاطع المرفأ المالي هو باكورة المشاريع العاجلة التي سيتم تنفيذها للتخفيف من الاختناقات المرورية في 11 تقاطعا حيويا، وذلك حتى الانتهاء من الخطة التطويرية الشاملة لاستيعاب التوسع العمراني والازدياد المضطرد في أعداد المركبات بالمملكة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.